كلهم، ما في حدا غير مسز كامول، ما برضى حدا غيرها. كتر خيرك، بس أنا ما بدي. بليز، أنت لازم يضربوك بالمطل. ثانكس، يضربوني باللي بدك إياه، بس أنت ما تضربيني هالضربة. أي ضربة؟ أنت صرت مجبورة تفيدي كل النسوان يلي حبلوا ولدوا ونصحوا كيف يرجعوا يضعفوا ويرجعوا جسمهم مثل ما هو. أنت عملتي إكسبيرينس كتير مهمة ولازم تشاركي كل الستات إكسبيرينوستك. يا نوستك أنت مسرية، يعني أنا بشكرك على هالثقة، بس نو سوري ما بقدر. بعدين في كتير نسوان غيري حبلوا ولدوا وضعفوا. بس انت غير شكل، انت حبلتي وولدتي ورجعتي مثل ما كنتي عالقد، كأنه يا بقر لا رحنا ولا جينا. يا بدر ثانكس من لطفك. مس ريا مش انت يا بدر، المثل بيقول كأنه يا بدر لا رحنا ولا أنا نو ولا جينا. سوري أنا والمتاويل مش كتير، بجرب بس مرات بيشقلبوا معي. ايه عندي فكرة، عندي فكرة عن هيدا المثل تبع الجرة يلي طبشوها على نيعة. بس أنا كتير بحب المتاويل، مثل هيدا المثل تبع السكران. أي سكران؟ ولو هيدا الولد يلي بيسكر. يس الولد بالبار تلت، وين الخال؟ تلت؟ يس تلت تلت، يعني يو شرب عرق تلت بالبار وعيطوا لخاله من بعد ما كان سكران، يو تلت مثل ما كانت الفليبر يعني انطفى. وين؟ بالبار. وكمان عيطوا لخاله وقالوا المثل الولد بالبار تلت، وين الخال؟ يي مزبوط. ليك انا وين بعدني؟ مزبوط. شو حلو شو حلو هالمثل. ليك مس ريا انت بتعرفي بعد شي غير متاويل؟ يس في مثل غريب عجيب ما كنت افهمه وما كنت اعرف فسره، بيقول يلي تحت بيته سلة بتنعره. ما فهمته كيف يعني السلة تحت بيته بدها تنعره؟ شو بيته ما قالوا أرض؟ هي عقولتك يا عمي، كيف بصيروا يركبوا هالمتاويل؟ يو يصبوا أرض البيت بالأول، يو يشيلوا هالسلة من تحت البيت. ليكي مس ريا شو قولتك فيها هالسلة؟ بيض. وشو عرفي؟ ما هيدا البيض من مثل تاني بيقول بحط كل البيض بفرد سلة. يي مزبوط حق معك، هيدا يي زيتو البيت يلي تحته في سلة. ولك عفاكي مزبوط مزبوط، بس ليكي ما بيحكوا عن البيض لما يحكوا عن السلة اللي تحت البيت. ما خلص بيكونوا تكسروا كلهم البيض بالحجارة. أي حجارة؟ ما هيدا البيت زيته من مثل تاني يلي بيته قزاز ضربوه بالحجارة. ايه مصابوا البيض تكسروا، بقيت السلة تحت البيت قامت نعارته. مس ريا شو رأيك تعملي برنامج عن المتاويل؟ ياس بكرة لما اكبر بالعمر بعد اكتر الناس بيحبوا المتاويل لما يقولون الختيورين. ما المثل بيقول أكبر منك البوم أفهم منك لبسينة. مس ريا دخيلك ارحميني، يعني بالفعل نيالن فيكي مشاهدينك الكرام. ثانكس. إنه شو أوكي؟ عن شو بتقصدي؟ عن البيض يو عن السكران يو عن السلة؟ نو عن الطاولة المطاولة وحلقة الضعف. إنه مس ريا عن جد انت بدك تسمي البرنامج الطاولة المطاولة؟ اوف كورس. وطمني بالك البرنامج عنده سبونسر، يعني كله مدفوع ومنباع، شركة خاصة بتبيع سمنة. بالحديث منقول انه هالسمنة يلي انت بتستعمليها هي يلي ضعفتك وغزتك. كذبة يعني؟ نو انت كنت حبلة ولدتي ورجعت ضعفتي، وين الكذب؟
ما أنا ما كتير انصحت لما حبلت، وبعدين لما ولدت ضعفت. ليش؟ لأنه كان في طفل خلق هالطفل، أنا ضعفت مش كرمال السمنة. أنه يعني ما رح تقبل تحكي معنا؟ نو. طيب أوكي، لا تكره الشر. نعم؟ لا تكره الشر، هيدا ما طال ببلش هيك. يعني إذا في شي ما منيح بلا ما نخليه يكره على غيرنا، لا تكره الشر. إيه عرفته، لا تكره الشر، فريماته مش منيح. نو، هيداكي ما طال غير، ما متت، ما شفت الفريمات؟ مس ريا، ما معقول شو حابة أعيش تحت أحضر برنامجيك تبع المتاويل لما تخدري. شو؟ مطول جديد؟ نو، لما قلت تخدري تذكرت. قولك الست مامينتك بتقبل؟ مامينتي؟ شو بدها تقبل؟ تحكي عن الضعف، ليك يخزي العين، صارت تيتا وبعده جسمها مثل ما هو. مامينتي؟ أنا؟ إيه مامينتي؟ الطاولة المطاولة. صار لك شي بعقلك بنينتي؟ حرام ماما، ريا عطول منكسفها هون. إيه بسيطة، اكسفية هوني. بليز مسز نجا. رجا. ما قلنالك بليز، ليش البليز شو؟ شو؟ مش رجا؟ بلا. طيب، فإذا قبلتي مسز نجا؟ رجا. ييه، أكتر من هيك؟ طيب أوكي، الله يخليكي، الله يوفقك، اعملي معروف بليز. بعد بديك؟ لأنه أنا ما بقى أعرف. شو؟ رجا. رجا، مش انت قلتي بدك رجا تتقبلي؟ هيدا كل الرجا يلي بعرفه. رجا، انا رجا، اسمي رجا مش نجا. مثل ما بتريدي. لا يا حبيبتي، مثل ما اهلي بيريدوا، بي وامي هن سموني رجا عاسم عمتي. ييه، في مطل بيقول. ها اسمعي منيح مامينتي. خدوا للبنات وصدروا للعمات. مينو؟ شو بعرفني؟ يا حبيبتي، خذوا البنات من صدور العمات، يعني البنت ماما بتطلع. إنه عم تشرحي يعني؟ عفاكي. ماما، روحي تسلي أنت وياها شوي بالطاولة المطاولة. وين رح تفرشوها؟ مطرح ما بتريدي، هون إذا بدكن. هون؟ بس هون. إيه بس أنا ما بطلع. لا، في اتفرج؟ اوف كورس، واذا بدك فيك تتلفني. لوين؟ لهون. من وين؟ من بيتكن. ما هيدا بيتنا، مالكي معلق. نو بعلق، انا بتركلك مجال تتلفني اول وحده. طيب، من بيتنا لبيتنا ما بيطلع مشغول؟ رجعي جربي إلا ما تتوفقي. إيه أنا موفقة، أنا فعلا موفقة. ومين رح يكون مع مامينتي بالطاولة المطاولة؟ استخصاصية بالصحة العامة واستخصاصية بالسيكولوجي التربتية، لحتى نعرف الرجيم شو بيفيد بنات المدارس وقت تقديم الشهادات. ومين كمان؟ ورجال ناصح منعملو مطل على يلي ما بيعملو رجيم ومنضحك عليه. مش عايب تضحك عليه؟ نو معلش، لازم، ما نحنا بدنا حدا نتمسخر عليه شوي لحتى يطلع البرنامج فريح، وإلا الناس بيقولوا عنا إنه وجنا ناشف. ودرور نبل وجنا بالبشر؟ معك ضيف بالبرنامج بتبهدلي؟ نو أنا ما رح بهدله، رح اضحك عليه بس. ما هو رجال والبرنامج للنسوان، بعدين هو رح يكون كتير مبسوط. في كتير ناس بحبوا ينضحك عليهم على التيفي، تاني يوم بشوفوا حالهم قدام أصحابهم.
وكمان نحنا ما رح نطلعه بلاش، رح نعطيه هدية. والمثل بيقول طعمة التم على سطح العين.